الله وبركاته. وعليكم السلام. حياكم الله بالخير. حياك الله. تعرف على الاسم. عامر بن بشر العتيبي من المملكة العربية السعودية. حياك الله. عامر أول مرة تشارك؟ الله الله. تشرفنا. الله يرضى عليك. نسمع مشاركتك يا عامر. أبشر. يقول يزف الفجر خيبات الظنون ويشعل الوسواس بشمس من سناها جذوة الأوجاع وهاجة عليها الناس ترقب موعدك يا سيد الهوجاس عطاشا حرفك اللي من زمن ما شح هداجة ولدت بليلة فيها لماني كفها من فاس وتباشر في مجيك غيمة بالدمع دجاجة يجوز إن المطر مولد سعادة أو بداية ياس هزيمه مرجهن ولا قدرت اتعاتب ازعاجه قرى جدك بسمعك صورتين كلها فالناس ولين اليوم ورقاب البشر للظلم من عاجه. انا والله اصفق هالشعر فعلا. انا ارتويت شعر. الله يرضى عليك. عامر شاعر مبدع. الله يرضى عليك. ممنون جدا يا ابو خالد. من زمان تكتب؟ لا والله قريب ابو. هكذا الشعر يكتب والا الله يرفع قدرك. شهاده غاليه يا ابو خالد. انا ما ادري بدرس فوق. اوه زين طلع الكرت. السلام. اوه كرت ذهبي. القصايد اللي بقدمها ان شاء الله في الحلقات القادمه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ان شاء الله راح تكون مختلفه. انا جيت هنا عشان اصنع شيء مختلف، ما جيت عادي زي اللي مضى. جيت أبقى أقدم شيء مختلف بحول الله إن شاء الله.